جميل. اللحظة اللي بعدها احنا طبعا شفنا إلين أخرجوكم من المركبة وأخذوكم للإجراءات الطبية. صحيح. ما بعدها ما نعرف شيء. إيش صار؟ ما بعدها بصراحة ما قدامك إلا أنك تروح فعليا تحتاج الراحة وترتاح وتنام وتتعود على الوضع، لأن سبحان الله الجسم البشري يأخذ له وقت. لا كان في إجراء طبي يعني نقلوكم للمستشفى مباشرة علشان فحوصات إجراءات المشي وغيرها ولا لا؟ كان في بروتوكول بسيط جدا، أنت أمورك تمام خلاص ما تحتاج شيء، ضغطك تمام، سكرك تمام، يعني معلوماتك الحيوية تمام، ما يحتاج شيء، اللهم أن فيك أعراض الدوار المستمر ويبقى يعني معك فترة شوية من الزمن. كان في جزء مهم اللي هو يعود للتجارب العلمية، أنه في تجارب اللي أجريناها لدراسة التغيرات على الجسم، فكان لابد من أخذ قراءات بعد العودة مباشرة. فأتذكر حتى أقول لهم أنا تعبان أبغى أجلس، يقول معليش لازم تمشي وفي حواجز لف من حولها عشان يشوفون توازنك معك. طبعا الناس لا سمح الله سقطت أو شيء. كان في إشكالية في المشي ولا لا؟ ولا من أول؟ كان في يعني فعليا أنا أتذكر أول خطوة يعني رجلي ثقيلة جدا جدا، يعني أنا حتى كان الدكتور وقتها يتكلم العربية كان يقول لي لا توقف أول ما طلعنا من الكبسولة، لأن بحكم طولي وأعراض الطبية ممكن أنه يسبب الأغماء أول ما أوقف. قلت له لا والله أنا بوقف، عاد أغميت عاد شكفى لله. كم يوم استمرت الإجراءات الطبية هذه؟ تقريبا مستمر لمدة أسبوعين إلى بعد الرحلة. أيه؟ بشكل مستمر كل يومين ثلاثة فيه اختبارات عشان يقيسون مدى تقدمك واستجابتك للجاذبية. طيب أول ما وصلت وأخذوكم الإجراءات الطبية، مين أول شخص التقيت فيه؟ كان بصراحة أنا لأن الذاكرة ذيك الوقت شوية ضبابية، لكن أشخاص كثير بصراحة، يعني هو لأن كنا وسط البحر ترى في قارب. فأول ما رجعنا لليابسة أتذكر شفت المهندس إبراهيم الكثيري كان مرافقنا في الرحلة، وعرفت تشوف واحد من لحمتك وكذا، انبسطت صراحة كثير بلقائه، وأتذكر أن مسكت يده وقعد يعني جالس معي، وحتى هو معاه أسئلة كثيرة بده يسألنا، لكن قلت خلني هدي شوية بعدين. أول لقاء كان مع العائلة كيف كان؟ للأمانة يعني لحظات فخر صراحة، لحظة إنجاز ولحظة أنك وصلت وحققت، والحمد لله النتائج يعني وقتها كانت طيبة وجيدة ونتائج حلوة لي أنا شخصيا واللي ما قمنا به. كانت لحظات حميمية صراحة، أنك تلتقي بعائلتك، أنا كوني غالبية وقتي متغرب صراحة، فيعني الشعور مشابه أني عائد من الغربة، عائد لهم، يعني عائد للأهل، عائد للمحبة والمودة. جميل.